وصفتنا لليوم سهلة ولذيذة جدا، بهارات البطاطس على طريقة الخاصة. شوفوا كيف، يا سلام علينا وعليكم بالعافية. طيب أول شيء أقلي البطاطس في الزيت، لتتبيلة البطاطس بحتاج مطحنة البهارات، دوريتوس جبنة الناتشو، وهذه هي البهارات اللي بستخدمها. طيب وبعد ما كسرته في يدي أضيفه على المطحنة. الآن بضيف التتبيلة على شيبس الدوريتوس. البهارات هي كاري وبابريكا وبهارات الكيجن. أنا ضفت هنا هذا بهار الأولد باي، بس ممكن تستغنوا عنه لو ما عندكم. وهذه هي البهارات بعد ما طحنتها، شوفوا شكلها كيف، لذيذة جدا مع البطاطس، أنصحكم تجربوها. بضيف البهارات وبكذا تكون جاهزة معانا للأكل. علينا وعليكم بالعافية.